بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم كم سعر الحمار في الجزائر. متنساش قبل بداية هذا الفيديو أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لغيرك. طبعا نقول لكم الأسعار بتبدأ من كام لحد كام. يلا بينا نقول لكم الأسعار في عند الجزائر. طبعا بالنسبة للحمير الصغيرة بتكون معاك من 400 إلى حتى 450، ده بالنسبة للحمير الصغيرة. أما بالنسبة للحمير الكبيرة بتكون من 450 إلى حتى 500. دي الأسعار في الجزائر. وبس كده نتقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.